كما تأتي هذه الندوة في إطار سياق عالمي دقيق يعرف تصاعد الصراعات الإقليمية والدولية واندلاع نزاعات مسلحة وإثنية عصفت ولا زالت تعصف بأسس التعايش المفروض بين الأمم، وهي تهديدات مع الأسف تتنامى بأن أصبحت عابرة للحدود ومنفلتة عن القوانين والقواعد الإنسانية. مثلها مثل الظواهر المحرمة بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية، والتي يتعين على العالم عدم السكوت عنها وفضحها. ومن بينها الذي نراه الآن من اقتتال يذهب ضحيته أبرياء عزل بانتهاك صارخ للحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة، وأخص بالذكر ما يصير الآن في فلسطين من استعمال مفرط للقوة القاتلة في حق الشعب الفلسطيني، حوالي 34 ألف شهيد. وأزيد من جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بطنجة طبعا الحال لتباحثي ولتوحيد الرؤى والخبرات فيما يتعلق في مكافحة هذا الظاهرة ديال غسل الأموال اللي هي العنوان ديال هذه الندوة. هذه نتمنى من الله أنه تكون توصيت بما يخدم هذا العمل الحثيث ديال 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 الدول، وكذلك التشريعات الوطنية وما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية أيضا في هذا الباب. يكتسي موضوع هذه الندوة أهمية بالغة بالنسبة للأمن الاقتصادي في العالم، لما يمثله غسل الأموال من تهديد للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، ولما له من تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم، كما أن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. كما أن الموضوع أصبح من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره وتضارس القوانين المتعلقة به، وذلك لأن المحامي يعتبر من جهة من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع على أعضاء هيئات الدفاع تحتضن مدينة طنجة بخصوص هيئة طنجة العتيدة هذه الندوة الدولية الهامة التي تعالج موضوع من المواضيع الساعة، موضوع مكافحة غسل الأموال، الرهانات والتحديات. هذا الموضوع الذي له انعكاسات اجتماعية واقتصادية وخاصة مالية في عهد التكنولوجيا الحديثة، في عهد الرقمنة. هذا الموضوع اللي صراحة على المحامي أن يكون جادا في العمل على التصدي وعلى البحث وعلى الغوص في القوانين الخاصة بهذا بقانون مكافحة غسل الأموال. وأنا كما قلت لكم على مدار يومين ستحتضن هيئة طنجة هذه الندوة، واللي ستتخللها عدة محاور، محاور قانونية، محاور اقتصادية، وأنتم تلاحظوا حتى المشاركة هي مشاركة مكثفة، حضور وازن من جميع أقطار العالم. أنتم تشوفوا الحضور ديال الإخوان ديال المملكة العربية السعودية، ليبيا، موريتانيا، الكويت، الأردن، الإمارات العربية. هناك عود حضور وازن من أوروبا، إيطاليا، سويسرا، فرنسا. هذا كله إن دل على شيء كما قلت لكم يدل على أهمية هذا الموضوع، فهو نعتبره موضوع الساعة. واختيار مدينة طنجة لهذا الموضوع ما كانش واختيار عشوائي أو اعتباطي، بل أن مدينة طنجة تعتبر من المدن التي يروج فيها المال وتروج فيها الـ 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 أو
أو تكرس فيها مسألة غسل الأموال. إن هذه المنظمات الإقليمية والدولية المختصة ما فتئت تؤكد على ضرورة إشراك المهن القانونية والقضائية وكذا القطاع الخاص بشكل عام في الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية وسلطات الإشراف والمراقبة والسلطات القضائية من أجل حماية النظام المالي الوطني والدولي من كل أشكال الاستغلال. مكافحة غسل الأموال، الرهانات والتحديات كان عنوانا للندوة المنظمة اليوم وغدا من طرف هيئة المحامين بطنجة وبشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامون وجمعية هيئة المحامين بالمغرب. هذا الموضوع أصبح اليوم ذو أهمية بالغة في مختلف أصقاع العالم، لأنه أصبح يؤرق كافة وكل المؤسسات الساهرة على إنفاذ القانون في مختلف دول العالم. فنجد أنه تأسست منظمات تحت لواء الأمم المتحدة، تحت لواء الاتحاد الأوروبي، منظمة غافي مثلا، التي تسهر على تتبع ملائمة التشريعات الوطنية لهذا الورش المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، الذي تتطور أدواته وآليته بشكل سريع وبشكل يعني أصبح يشكل تحديا لهذه الحكومات. فانتقلنا اليوم من الطرق التقليدية لغسل الأموال التي كانت تلجأ إليها المنظمات الإجرامية عن طريق اقتناء العقارات واقتناء الشركات وضخ أموال فيها. هذه الآلية التي أصبح اليوم يمكن تعقبها بكل سهولة من طرف الأجهزة الأمنية والأجهزة الساهرة على مكافحة هذه الظواهر الإجرامية، إلى أدوات وتقنيات حديثة مثل البلوكشين، البيتكوين، الإيثريوم. هذه المصطلحات كلها أصبحت والمفردات أصبحت تشكل معجما جديدا ويتطور بشكل سريع لعمليات لعملات افتراضية وأصول مشفرة يصعب بل أقول يكاد يكون من المستحيل تتبعها لما توفره من إخفاء لهوية مستعمليها منذ أول خطوة يقوم بها في عملية إيداع هذه الأموال. كما تشكل أحد المعيقات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الساهرين على إنفاذ القانون لتحقيق الأمن الاقتصادي للدول، فضلاً عن ما تتميز به من تداخل لعدة أطراف في ارتكابها واستعمال أساليب عدة وطرق متطورة لتمويه المصدر غير المشروع للأموال، مما يؤدي إلى خلق نوع من الاقتصاد الوهمي وضرب القدرة التنافسية.